ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة الذين عندهم علم يصلون فيقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصل إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بماذا؟ بعلمه. وهذا ليس بصحيح، لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا.